Bonjour les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire des cheveux d'ange au poulet. Donc, pour commencer, on aura besoin de cheveux d'ange, bien sûr, de poulet. Nous, on a des blancs de poulet, mais vous pouvez utiliser n'importe lequel. D'accord. De l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, de gros oignons. Une tête d'ail, de poivre blanc et de poivre noir, Ok. De sel, de concentré. De concentré de tomate, du curcuma, du gingembre et du beurre. Rance. Oui, du beurre quoi? Du beurre rance. Ah oui, du beurre rance. D'accord. Maintenant, je vais dire en arabe, ok? Oui. Salam al-bnat, liyoum a gadi nqaddemou likoum sharia. بالدجاج الشعريه اللي هي الشعريه الرقيقه اللي كتسمى شوفو دونج غادي نقدموها بالدجاج انا هنا عندي بلون دو بولي انا استعملت شنو عندي في شنو عندي يعني في الدار مي كا الفو ميو مد الفخيدات ولا اللي بغيتي ولا محتاجين لايش لي شوفو دونج انا هنا عندي 500 غرام 5 نص كيلو نتوما ديروا على حساب لا كونتيتي ديال الاشخاص جوج بصلات كبار مقطعين راس ديال الثومه شويه ديال الزيت الروميه باش نديروها للشعريه وزيت البلديه وشويه ديال السمن وشويه ديال الابزار مطيشه ديال الحك الملحه الخرقوم اللي هو الخرقوم البلدي وسكينجبير هذا الشيء اللي محتاجين لهذا الوصفه دابا غادي نبداو في التحضير يلا مانو جو بي كومونسي داكور بور كومونسي شنو غادي نديرو لينا اون فا متر لي بلون بولي لو بولي با البلون وي بولي نامبور كي مورسو ها غنديرو لي بولي في طاوة دون البرما نديرو البولي غنزيد عليه شوية ديال الزيت البلدية الزيت البلدية un petit peu bah je suis dit maintenant le beurre le beurre beurrance oui, ça le beurrance je suis dit semaine on dirait je suis regardez ça voilà je suis dit le beurre on va mettre du sel maintenant Wow. ok نحرك شويه غادي نزيد ليها الطعمه الاخرى باش ما تحرقليش غندير حتى الراس ديال الثومه اون فا ميت اون تيت داي اونتيير غادي نخليه يتحمر لينا اون فا ليسي غنخليه يتحمر غنخليه يتحمر وغنجيو نصايبو الشعريه شنو غادي نديرو فيها الويل الويل دو تورنيسول غادي نخلطو الشعريه نديرو فيها شويه ضروري من هاد العمليه ديال الزيت الزيت في الشعريه باش ما تعجنش لينا غير شويه ديال الزيت ونخلطوها حيت من بعد غادي نفوروها صافي وغادي نخليوها على ما نوجدو داكشي اللي غادي نوجدو ل ما جادور سيت ريسيت نخليوها هنا هادي وجدات نشوفو البولي خصو يتحمر شويه انا كيعجبني نحمر اللحم اللحم ولا البولي بحال بحال ولا الدجاج ملي يتحمر غنزيدو عليه البصله كيسو جدي لينا اون فا ميتر ابري لو بير نو اون فا ميتر ابري لي زونيون اه وي لي زونيون
فوالا كبار، ديروا البصله اللي بغيتو شحال ما بغيتو، وعلى حساب على حساب شحال غنديروا ديال لا كونتيتي عدد الاشخاص. فوالا هذا غادي ندوزو، فوالا غادي نحرك هذا الشيء. دابا غادي نبدا نزيد في الاقامه، غادي ندير شويه ديال البزار وما دي بوا وي بيني لي لهنا ندير البزار، انا كندير بجوج ما ديروا اللي بغيتو. غندير شويه ديال الكركم، هو الخرقوم البلدي، خرقوم البلدي. غندير شويه ديال الجنجم ديال السكنجبير. شنو السكنجبير ديالنا؟ شنو هو كوا سي كوا سا جنجم؟ غندير شويه دجاج كبير، شويه ديال الجنجم. نو لينا تسوي با دوفينير فوالا. شنو اخر ما دير؟ غادي ندير حكت مطيشه دو كونسونطري دو طوماط. كي لا كيبغي يتلقى في الماء انا ما غنتلقاش، غنديرها نيشان نيشان، عاد غنزيد الماء اخليها نص صايب نص صايب. كتعاونيني اخليها نص صايب. جوج حكاك صغار ديال 70 غرام، دايما كندير انا جوج حكاك صغار، الا عندكم لا كونتيتي كبيره زيدوا. صافي يعني اللي كيبقاو يغسلوا عادو ويخويوهم، ما تبقاوش تغسلوهم، صافي حيدو منهم لا كونتيتي ورميوهم، ما تغسلوهمش. دابا غادي نحرك شويه ومن بعد غادي نزيد الماء، نفوت البصله طيح شويه غنزيد الماء، مول تخلينا على الفلا. فوالا شوفي نحركو هادشي شويه، داك الراس ديال الثومه كيعطي البنه زوينه. صافي شتي، دابا غادي نزيد الماء. عندي هنا الماء طايب ديال الماء. انت اللي نهضري بالفرنسيه باش يفهموك البنات. دونك اون فام دو لو 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 شود لو شود. فوالا وري لينا شنو درت. الماء نديرو على حسب الكميه اللي غنديرو ديال 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 الشعريه. صافي لاصوص. لا وي صافي لاصوص سي سالوبي. غادي نزيد انا الماء حيت ما كافيش هذا، حيت خصنا لا كونتيتي اللي عطيت فيها حتى اللي غطيت فيها الشعريه. وريهم لينا، انا غنزيد الماء. فوالا كل سنه وانتم بخير. الماء سخون دلو تخوش على الدجاج خو اخوتي. فوالا انا غنزيد حيت خصني فاش يتفور ليا، خصني فاش تفور لي الشعريه. فوالا غادي نخليو هادشي يطيب.
فوالا. ودابا غادي ندير الكسكاس فوق من البرمه صافي. وغادي ان فوا يبدا يطلع ليا البخار غادي ندير الشعريه في الكسكاس. Mettre la vermicelle dedans pour une première cuisson et après on va vous montrer le reste. Voilà. درت الشعرية تفور التفويرة الأولى. فوالا دابا غادي نخليوها تفور على ما يطلع فيها الفار ونرجع معاكم. فوالا غادي نكملو دابا التفويرة الأولى هاهي طلع فيها الفار شتيوه. دابا غادي نحطو الكسكاس هنايا. أنا غندير شوية الملحة هنا باش بلا ما نديرها في الما، غندير الملحة في الشعرية وغنخوي عليها الما طايب هكا. فوالا نخوي عليها الما طايب باش باش كتولي طريه. فوالا نخليها شويه تسقطر ومن بعد غادي نعاود نردها هنايا ونخلطها. فوالا صافي. ودابا غادي نسفق البرمه وغادي نخلط هذه مزيان ونعاود نرجعها تفور. فوالا للمره الثانيه غادي نعاودوا هذه العمليه اللي درت دابا. دابا غادي ندير هذه المره الثانيه نعاودوها تقريبا ثلاثه المرات خاصها تفور. فوران ثلاثه المرات كاين اللي كيفور اربعه، انا كندير ثلاثه وصافي. صافي صافي انا دابا رجعتها للكسكاس اون فوا يطلع فيها الفار غادي نعاود ندير لها نفس العمليه، ندير شويه ديال الملحه ثاني. المهم الواحد ما يكثرش عينك ميزانك. ونعاود عاوتاني نخوي فوق منها الماء سخون ومن بعد غادي نعاود نفورها للمره الثالثه. الفار بدا كيطلع البخار دابا غادي ندير التفويره الثانيه نو الثالثه. غادي حتى هي انا فوالا هي التفويره الثالثه، زدت عليها الماء درت فيها شويه الملحه وزدت عليها الماء خليتها تسقطر. دابا هذا الماء غادي نخويه غنحيدو صافي. وهذه غنحركها شويه، بغيت نزيد عليها شويه زيت بلديه نزيد، ما بغيتش ماشي مشكل. انا غنزيد عليها شويه زيت بلديه وغنرجع التفويره الاخرى الثالثه. فوالا البنات هاد التفويره الثالثه طلعات دونك سي بون. انا كنفورها غير ثلاثه المرات وراه رطابت ها شتي، وراه رطبه يعني سي بون. درت فيها شويه ديال الزيت بلديه ماشي شتي، كتجي لا معجنه لا والو، كتجي زوينه ما تكثروش فيها الماء قياس وصافي كتجي مزيان شتي صافي. ها هي طلع فيها البخار صافي. دابا غادي نحيدها وخصني نشوف لاصوص. ها هي لاصوص تاعي شربات شتي، ولات غير النص ديال داكشي اللي درت. غادي نحط الغرفه غادي راه كتجي زوينه شتي. غادي نشوف الملحه واش هي هاديك. ولا خص شويه ديال البزار ولا شي حاجه زيدو. انا بحال خاصها شويه الملحه وشويه البزار من بعد غنزيد واحد شويه شويه ديال الزيت البلديه الخط وصافي. ومن بعد غادي نقدمها ونزيد حتى شويه الزيت البلديه صافي. غنطفي عليها دابا راه طابت الشجر غيكون طايب، الشجر هذا غير كاين طايب خلاص. فوالا نزيد ان فيلي ديال الدوليو وصافي.
دابا غنطفي عليها الفوطه صافي نحيدها من فوق الطابلاك باش ديك الزيت تبقى فيها البنه ديالها وغادي نقدمها بالصحه والراحه. C'est toi qui va présenter le plat? Oui. C'est maman qui va présenter le plat. Quelle est la baraka? C'est moi. C'est là. Voilà, on va essayer de faire le plat. On va faire des choses qui sont fournies. On va faire un indigné. Ça. القصريه شوفوا كما كل واحد كيقول ليها كيفاش كيسميها. فوالا نحلوها شويش. اسكو تي Oh bêtise. Hello, chouïa. Quand est-ce que j'ai dit que tu as spatule. Voilà. D'abord, on va mettre avec la sauce de Dernan. Voilà, ça c'est bon. Et maintenant, on va mettre la viande. La viande. La sauce. La sauce. Ouais. Moi, je commence par la sauce. Voilà. Waouh. C'est bon, ça. Hein? Ouais. Allez, on dira la viande au milieu, comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. On a qu'un derrière le blanc, d'artiller le blanc les uns. Moi le frédat, il y a tout le blanc, ça me donne le blanc. Il y a beaucoup de sauce au milieu. Non, c'est pas grave. Je suis avec ras de tourne. Oh. Oh. Je sais que tu es venu, on a quoi? Tu la manges comme ça? Là, j'aime bien. Oh. C'est un antioxydant. Par excellence. Reste à mon président. Voilà. Ça te sera bien. Et il y a des olives? Non, c'est de l'ail, ça. Ah. Voilà, on a regardé que le coulchis. C'est ça, je vais mettre une charbon bien. Voilà. Ça va se transpercer. Voilà. Comme ça, on va tremper à l'intérieur. شيل داك الراس ديال الثومه شحال زوين كيبان صافي الفوا غتشرب شويش صافي نقدموه بالصحه والراحه. شي انا خليت المرقه شربات جات مزيانه جات هي هذيك جات لحد في القلب. فوالا لوكا اي فوالا بالصحه صحة و اش كنقولوا لينا؟ صحة وراحة. صحة وراحة. وبهذا نقول لكم السلام عليكم. تهلاو في راسكم. À la prochaine. Au revoir les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, vous abonner ou mettre un commentaire. Ok, bye bye. Ciao. Bye. Salam alaikum. Salam.